Hello, my dear students. Today we will study together measuring units. The units, very important lesson. لأن إحنا بنحتاجه في كتير من الليسون التانية، يعني هو الليسون لوحده وفي نفس الوقت بيخدم علينا في ليسون تانية، زي مثلا لما بنيجي نحسب اللاترال اريا أو التوتال اريا أو الفوليوم للسوليدز، أو مثلا لما بنيجي نعمل دروينج سكيل لماب. فهو very important lesson، فلازم ناخد بالنا منه. هو ده مشكلة الاسم ده، ان احنا بنحتاج حاجتين، نفهم ونحفظ للأسف يعني. فهنضطر نحفظ شوية كده تشينج كده صغيرة وكونفرتس كده صغيرة مع بعض. أول يونت هنحتاجها معانا بنسميها الماس، دي فيرست يونت. اوكي، الماس، الماس اور الويت، يعني انت في الساينس هتفهم الفرق ما بينهم، الديفرنت بين ماس وويت يعني، بس احنا في الماس بنعتبر الاثنين سيم يعني. اليونتس بتاعت الماس طن، كيلوغرام، جرام. طبعا عارفين ان الطن هو البيجست، وده بيبقى زي مثلا الاليفنتس او الباس، الحاجات اللي هي بتبقى فيري بيج بتبقى اليونت السيوتبل ليها بتبقى الطن. الكيلوغرام للحاجات اللي هي ميديم متوسطه، ساتش از مثلا فروتس، فيجيتابلز. الجرام بتبقى للفيري سمول، زي مثلا الجولدز، تمام، او الكيميكال باودر، الحاجات اللي بتبقى فيري سمول بنحتاج فيها الجرام. تمام، يبقى احنا عندنا 3 يونت للماس، تون، كيلوغرام، جرام. وزي ما انا عامل على الجنب كده، عاملين زي دايجرام كده يوضح لنا اللي هي الكونفرت من التون، كيلوغرام، جرام. من التون للكيلوغرام باي 1000، من الجرام للجرام لما اجي اعمل تشينج من جرام للكيلوغرام بنعمل باي 1000. العكس بقى، لما بنبقى عايزين نعمل تشينج من الجرام للكيلوغرام بنعمل ديفايدد 1000، من الكيلوغرام للطن بنعمل ديفايدد 1000. زي ما انا موضح هنا في النوتس اللي انا عامل عليها ريد سكوير دي تانجل، النوتس دي بتقول ايه؟ لما تيجي تحول او تعمل تشينج او كونفرت من سمول يونت لبيج يونت بنعمل ديفايدد. انما بقى لما باجي اعمل من بيج السمول بنعمل مالتبلاي. اوكي، ناخد مع بعض اكسرسايز صغير كده عشان نشوف ازاي نعمل الكونفرت بين اليونت. اكسرسايز نمبر 1 كومبليت. نمبر 1، 2 تن ايكوال نقط كيلوغرام. لو بصينا على الدياجرام اللي انا كنت عامله لك، من الطن للكيلوغرام للجرام، من الطن للكيلوغرام في ما بينهم 1000. طيب هنعمل مالتبلاي ولا ديفايدد؟ زي ما احنا قلنا، من الكبير، من البيج للسمول بنعمل باي. الطن هي البيج، الكيلوغرام سمول، يبقى هنعمل باي. باي كام؟ 2000. لازم نبقى حافظين من الطن للكيلوغرام 1000، يبقى نعمل باي 2 باي 1000 تبقى 2000. اكسلنت، جت منين؟ 2 باي 1000 تديني 2000. نمبر 2، 1.5 طن ايكوال نقط كيلوغرام، سبيس كيلوغرام. اوكي، برضو من البيج للسمول هنعمل مالتبلاي. مالتبلاي كام؟ 1000. اكسلنت بوي، تمام، هتبقى 1.5 باي 1000 هتبقى كام؟ صح، زي ما طلعت معانا على الكالكوليتر 1500. اكسلنت، 4.5 كيلوغرام للجرام، مين الكبير؟ البيج الكيلوغرام، مين السمول؟ الجرام. تمام، يبقى باي ولا مالتبلاي؟ باي. باي كام يا مستر؟ باي 1000، احنا حافظينها كده. تمام، يبقى 4.5 باي 1000، تمام، 1000 تبقى كام يا شباب؟ هتبقى 4500. اكسلنت، هاف كيلوغرام ايكوال نقط او سبيس جرام. بسرعه كده نوت صغيره، ان الهاف كيلوغرام او زي ما احنا حافظين الكيلوغرام للجرام، ده البيج وده السمول، هنعمل برضو مالتبلاي 1000 زي ما اتفقنا، تبقى هاف باي 1000 على الكالكوليتر تطلع معاك كام؟ 500. طب 300 جرام سبيس كيلوغرام، طبعا سمول والكيلوغرام هو البيج، يبقى هنعمل باي ولا ديفايدد؟ تمام، ديفايدد. ديفايدد كام؟ 1000. احنا حافظين الماس والويت دايما 1000، يبقى 300 divided 1000 تدينا كام على الكالكوليتر؟ زي ما انا سامع كده 0.3 كيلوغرام.
نفس القصة، كيلوغرام للطن. طبعا ده small وده big. from small to big بنعمل divided. divided كام يا شباب؟ 1000. تمام، يبقى 600 6000 divided 1000 تديني كام؟ 6 طن. excellent. number 2 معانا اللينس. عندنا في اللينس كيلومتر والمتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر. اوكي، زي ما انا عامل كده تو دايجرام، واحد على كف ايدي اللي بيعرف يعملها على الكف الايد اللي هو يور هاند. عندنا اللي هو البيج فينجر بيبقى عليه كيلومتر، بعديه متر، دي سي، سنتيمتر، مليمتر. لازم نحفظهم بالترتيب ده، بالاوردر ده. تمام، او اللي مش عارف يحفظهم على يور هاند ممكن يعملها على السلم زي ما واضح معانا كده. كيلومتر، متر، دي سي متر، سنتيمتر، ملي. من الكيلومتر للمتر في 1000، من المتر للدي سي في 10، من الدي سي للسنتي 10، من السنتي للملي 10. طبعا الكيلومتر هو البيج، افتر ات المتر، زين الديسيمتر، زين السنتيمتر، ذا سمولست وان هو المليمتر. زي ما واضح معانا في الاكسرسايز اللي معانا ده، متر للسنتيمتر. لازم انا بعرف مين الكبير من البيج، يبقى المتر هو البيج، السنتيمتر هو السمول. من المتر للسنتيمتر هنروح بسرعه على كف ايديا كده زي ما احنا حافظين. المتر للسنتيمتر في كام فتحه معانا؟ في 10، و10 تبقى 100، يبقى نعمل باي 100. اكسلنت، يبقى تطلع معانا 250. او على الاسترس خد بالك، من المتر للسنتيمتر هتنط مرتين. تمام، ادي 10 10 10 10 بالباي تبقى 100، 10 باي 10 100. 6.5 ديسيمتر للسنتيمتر، طبعا ده البيج وده السمول. من بيج لسمول بنعمل مالتبلاي. مالتبلاي كام يا مستر؟ هنا سلمه واحده ما بين الديس للسنتي يبقى 10 واحده، يبقى هنا بنعمل باي 10 تبقى 65 سنتيمتر. من الملي للدي سي، طبعا الملي هو السمول، الدي سي هو البيج، يبقى هنعمل ديفايدد. اكسلنت شباب، ديفايدد كام؟ نروح بسرعه على السلم او على ايدينا اللي يريحك. من الملي للدي سي اهو هنطلع، يبقى هنعمل ديفايدد. هنطلع كام سلمه؟ 1 2 تبقى 100. اوكي، يبقى نعمل ديفايدد 100 تبقى 2.10. 8 كيلومتر للمتر. هنا خد بالك هو عايز يعمل بوت مور ذان ليس ذان اور ايكوال، يبقى لازم التو يونتس يبقوا شبه بعض. عندي كيلومتر ومتر، اظبط مين؟ نظبط الكبير. لازم الاثنين يبقوا متر او الاثنين كيلومتر، فاحنا بنظبط الكبير اول. الكيلومتر ده انا عايز اخليه متر، يبقى من البيج للسمول هنعمل باي. باي كام؟ من الكيلومتر للمتر زي ما واضح في الجراف على الجنب، باي 1000. تمام، يبقى ده 8000 صح؟ هنا 8000، هنا 700. لا، يبقى ال 8000 هي الاكبر طبعا، هي المور ذان. طب هاف متر و 500 سنتيمتر، بوت برضو مور اور ليس اور ايكوال. تمام، طبعا مين لازم نظبط كده؟ لازم نخلي اليونت سيم. هنا سنتيمتر متر، مش هينفع نعمل ما بينهم كومبير، هنحول البيك دايما المتر. عشان احول متر لسنتيمتر هنعمل باي كام؟ زي ما واضح في الرسمه يبقى باي 100. اكسلنت، هاف باي 100 تطلع معانا كام يا شباب؟ 50 سنتيمتر. اوكي، 50 ولا 500؟ لا، ال 500 هي المور ذان. الاريا، الاريا عندنا فيها تو يونتس اللي هم اكثر استخداما، اللي بنستخدمهم كتير، اللي هو متر سكوير سنتيمتر سكوير. سكوير دي يا مستر هنشوف مع بعض كده. طبعا المتر هيبقى اكبر من السنتيمتر، فهو بيقول لي 6.5 متر سكوير ايكوال نقط سنتيمتر سكوير. طبعا المتر هو البيج، السنتيمتر هو السمول. طبعا من اللي قبلها في اللينس قلنا من المتر للسنتيمتر بنعمل باي كام؟ زي ما انا سامع باي 100. تمام، بس اللي هعمل بينا باي 100 هينقص ليه؟ لان هنا متر سكوير، متر سكوير دي معناها ان ال 100 دي هتبقى 2 تايمز، يعني باي 100 باي 100 اكنها 10000. اوكي، هنعمل باي 100 مرتين عشان الباور 2 ديت او المتر سكوير. هتبقى الاجابه عندنا كام؟ 65، وهيتحط لها 30. تمام، هتبقى 65000 سنتيمتر سكوير. طبعا هنا 700 سنتيمتر سكوير للمتر سكوير، طبعا من السنتي هو السمول، المتر هو البيج، يبقى هنعمل ديفايدد. طب هنعمل ديفايدد كام يا مستر؟ هنعمل من السنتيمتر للمتر من الليسون اللي فات بتاع اللينس،
من اليونت اللي فات اللي هي لينث 100 بس 2 تايمز عشان الباور 2 دي اللي هي الاريا. تمام، يبقى هنعمل ديفايدد، اكيد هنعمل ديفايدد كام؟ 10,000. تمام تمام يا شباب، يبقى 700 ديفايدد 10,000 هتطلع معانا كام؟ 0 بوينت زي ما انا سامع كده، ايوه 07. ده على الكالكوليتر. اوكي تمام، 800 متر سكوير 0.8 سنتيمتر سكوير. مين الاكبر؟ مين؟ انا عايزين نحط مور ذان ليس ذان اور ايكوال. تمام، يبقى لازم برضو نحول الكبير، نعمل تشينج للبيج. المتر عشان احولها لسنتيمتر هعمل ديفايدد كام؟ 100 مرتين 100 100 اللي هتبقى 10,000. تمام، طب لو عملناها على الكالكوليتر يطلع معانا كام؟ 0.08. يبقى مين المور ذان؟ هنا 0 هنا 0 هنا بوينت. طبعا احنا قلنا في الديسمال بوينت ما ينفعش نعمل كومبير الا لما نظبط الديسمال ديجيت. هنا في 2 ديجيت 08، هنا في 8 واحده هنحط لها 0. تمام، طالما الول نمبر شبه بعض يبقى لازم نظبط الديسمال ديجيت. هنا 2 ديجيت، هنا كان 1 ديجيت فزودت لها 0. اوكي، بقت هنا 8 هنا 80، يبقى ال 80 هي المور ذان. الفوليوم اللي هو السبيس بتاع السوليد بتاعنا في 2 يونت لتر. اوكي يا شباب، الليتر والملي لتر، الليتر اللي هو الديسيمتر والملي لتر اللي هو السنتيمتر. يعني كلمه لتر هي نفسها كلمه ديسيمتر، الملي لتر اللي هو السنتيمتر كيوب. تمام، طب 7.8 لتر عايزين نحولها لسنتيمتر كيوب. طبعا الليتر هو البيج، السنتيمتر اللي هو الملي، تمام، هو السمول. يبقى هنعمل باي باي كام يا شباب؟ 1000 زي ما هو واضح في الدياجرام اللي عندنا. هتبقى ديك لو عملناها باي 1000 هتطلع كام؟ 7800. اوكي، 8.7 لتر للديسيمتر. او واحد يقول لي هنعمل باي ولا ديفايد، اقول له لا، ولا باي ولا ديفايد، لان الليتر هو هو الديسيمتر كيوب. هو عايز يضحك عليك، هتطلع هي 8.7 سيم، مش هتتغير، لازم تاخد بالك منها. طب هنا من ملي لتر للليتر، تمام، اه ده السمول وده البيج. عشان احاول من سمول لبيج زي ما اتفقنا بنعمل ديفايدد. هنعمل ديفايدد كام يا مستر؟ زي ما هو واضح ديفايدد 1000. اكسلنت بويز، هتبقى 1000 ديفايدد 1000 تطلع 1 لتر. ثانك يو فور لسننج، جود باي.